السلام عليكم، حلقة جديدة. برشلونة يتفوق على باريس سان جيرمان في ملعبه وسط جمهوره ب3-2 في واحدة من المواجهات اللي حظلت كثيرا في الذاكرة الكتالونية لكل مشجع. صراحة فوز مهم لدرجة بعيدة، أداء كان جميل جدا جدا، تقلبات كبيرة جدا كانت في المواجهة، وأحداث كثيرة جدا جدا حنتكلم عنها في هذه الحلقة. وكمان هل برشلونة ممكن نتكلم عن إنه حسم ذهابه لدور الأربعة؟ يعني خلاص المواجهة اللي حتكون في الكامب نو وحتى في ملعب برشلونة هي حتكون مواجهة فقط بس كأداء واجب، ولا لسه الأمر لم يحسم بعد؟ قبل ما أبدأ أي حاجة بس حابين أنك تعمل لايك للحلقة، ولو ما مشترك في قناتنا يشترك عشان يصلك كل جديد. طيب حابدأ معكم أول حاجة بالشعور العام لهذه المواجهة. نحن لما نجي نتكلم عن فريق برشلونة نتكلم عن فريق في طور إنه يتلمس الأداء الثابت على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي، حتى المدرب ما بتحس انك انت واصل لقناعه تامه انه هو ده اللي حيوصلك ابعد مسافه، او حاس انه المدرب ده هو اللي حياخدك في مواجهه بالمستوى العالي في مباريات خروج المغلوب انه يقدم معك افضل اداء. اداء على مستوى اختيار التشكيل، وعلى مستوى التدخلات اللي هي الخاصه بالتبديلات، وكمان حتى التدخلات التكتيكيه في الملعب في انه كيف يقرا الجيم. نحن عارفين شافي مرات بيتميز بشكل كبير في المواجهات، ومرات تحس انه مدرب اساسا انت جبر شلونه بس مجامله، لكن في مواجهه اليوم شفنا اداء مختلف بالنسبه لتشافي. كمان في شعور برضو بالنسبه لنا في باريس سان جيرمان على المستوى الشخصي. انا كنت عارف انه باريس الوضعيه شفت على باريس في مباراه اليوم ضد برشلونه هي اللي حاجه اللي انا كنت فاكره عنه، انه الفريق بيستفيد بشكل كبير بالامكانيات الفرديه والسرعات اللي ممكن تكون موجوده وخطف الاهداف وحتى خطف الفرص وتحويلها لاهداف، بس اداء جماعي وفريق ممكن يتقدم في الابطال او حتى يشيل البطوله، او حتى في فريق فيه شخصيه انت تخاف منها في الاداء الجماعي، انا ما كنت حاسس بالكلام ده، وده دليل انه احنا فعلا شفنا الكلام ده في مباراه اليوم. عشان كده اليوم تشافي قدر بشكل كبير اثبت وقدم نفسه لكل القاعده الكتالونيه ولكل العالم، بيقول لهم انا كمدرب قدرت قريت الجيم، اتقدمت في النتيجه، اتاخرت في النتيجه في ظرف ثواني، وده حنتكلم فيها لانها هي واحده من اكبر عيوب برشلونه في الفتره الاخيره، وكمان قدر ثاني عادل النتيجه وتقدم مجددا، ففي تقلبات كثيره جدا جدا، فدي بتزيد من خبرات مدرب وبتوريك قدر شنو هو قرا الجيم على مستوى قاري باريس على مستوى البدايه، وقرا الجيم على مستوى نظرته في الجيم بشكل عام واختياراته اللي كانت مميزه، وكمان حتى في التدخلات على مستوى التبديلات اللي كانت موجوده، وعوده اللاعبين، يعني في لاعبين كانوا على وشك انه يطلعوا من النادي بانه اداؤهم ما كان اداء مشرف او اداء انت مستفيد منه كلاعب. يعني بنشوف الليلة التحول الكبير جدا، احنا حسينا انه في واحد كان في لاعب يوم من الايام رقم 10 اسطوري تاريخي افضل لاعب في تاريخ كان موجود في المكان ده، شفنا لاعب ثاني قدر يقدم اداء، ويمكن لاول مره نشوف لاعب حتى في برشلونه بعد ميسي انه يسجل هدفين في المباريات الاقصائيه، والليلة بيقود برشلونه في مباراه اعتقد انها حتكون مميزه جدا بالنسبه لنا نحن ككتالونيين. الحاجه دي اللي شفناها بالنسبه لتشافي، تدخلاته كانت مميزه، تشكيله كان مميز جدا، والمواجهه بشكل عام اعتقد انها حد يعني كثير من الـ من الـ من القوه حتضاف لشخصيه تشافي، وعديد من اللاعبين اللي شفناهم في مواجهه اليوم. انا بالنسبه لي البدايه لما يكون في هدف مميز بالطريقه دي في طريقه القياده على مستوى الدفاع من كوبارسي، التمرير اللي كانت مميزه لدرجه بعيده، كمان حتى خطف الكوره وتحويلها، وكمان حتى انك تعرضها بشكل متميز، وطريقة إذا رافينيا حتى في إنه يقتنص الفرصة ما قادر يسجل وفي نفس الوقت قدر يسجل الجول، فكان الهدف فعلا ملعوب صح. أنت فعلا تحس إنه الفريق ده في حاجة يعني 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 جهز لها بشكل متميز عشان تجي اللي أنت تشوفه بالمستوى ده في هدف أول. شوط أول أنا بالنسبة لي كان شوط خرافي. يا جماعة لما نتكلم عن تشكيل برشلونة، ولما نتكلم عن الأداء الفردي والجماعي، ولما نتكلم عن الاداء الدفاعي بالنسبه لبرشلونه بشكل عام في شوط اول، انا بالنسبه لي شايفه اسطوري. انا شايفه فعلا ده الاداء اللي انت تطمئن من خلاله انه لا، في امكان برشلونه يتقدم في البطوله، في امكان برشلونه يديك حاجه افضل من اللي انت كنت تعتقده قدام باريس، قدام اي فريق موجود في اوروبا، على اقل تقدير في انه الفريق واحد، الفريق على مستوى انه لو تراجع بتراجع كمجموعه، لو تقدم عمل دفاع متقدم بيعملوا كمجموعه، لو حاول انه يغطي اتجاه معين بيغطيه وبشكل تحس انه فعلا كان مدروس. الحاجه دي انا ما بحاول اطلع بشاب في مستوى ما حقه، لكن فعلا يا جماعه الشوط الاول على المستوى الدفاعي والاداء الدفاعي من ليفاندوفسكي لغايه تريشتيجن تحس انه الفريق فيه نوع من انواع التكامل، حاجه كده تكامليه مع بعض بين اللاعبين، فدي كانت واضحه.
والاداء حتى الفردي شخصيه اللاعبين الكبار الموجوده في الفريق. يعني انا لو تكلمت عن الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الرابع والشوط ال17، انا ما حنسى واحد زي الكي جوندوجان واللي بيقدم فيه في وسط برشلونه. سرقه الموسم وسرقه للتاريخ من فريق مانشستر سيتي انه يكون واحد بالاداء ده وبالشخصيه دي وبالمردود اللي انت بتشوفه ده انه يكون موجود يجيك بزيرو من الدولارات. ففعلا واحد انت محتاج له على مستوى خط الوسط، وانه يكون واحد زي فرينكي ديونج يخش الجيم ويقدم الاداء ده ويكون غايب ويجي يقدم الاداء ده، دي برضه واحده من الحاجات المهمه جدا جدا، وعوده اعتقد انها مهمه واضافه حقيقيه بالنسبه لفريق برشلونه. ده ما معناه ان نتكلم عن خط الدفاع اللي قدم واحده من المباريات المهمه جدا جدا بالرغم من الهزه اللي كانت موجوده في بدايه الشوط الثاني. والهزه دي انا دائما كمشجع برشلوني وكمتابع كويس جدا بالنسبه لكره القدم العالميه، انا بشوف عند برشلونه بشكل اخص كثير جدا الانهيار اللي بيكون مفاجئ. والانهيار ده يا جماعه بيكون دائما عنده علاقه ب التواصل ما بين خط التماس ودائما الملعب، وبكون عنده علاقه ما بين التواصل اللعيبه الموجودين كبار في الفريق وكمان حتى اللعيبه الموجودين صغار وكمان حتى التواصل ما بين الخطوط. قبل ما تكلمت في جزئيه مهمه جدا، ابرز ما يميز برشلونه في الشوط الاول او حتى ابرز ما ميز برشلونه في الشوط الاول المجموعه اللي كانت بتلعب، تحس انه التلاحم الجماعيه على مستوى الاداء على مستوى حتى الهجوم الخطوط المتقاربه جدا، في انه الضغط كان مميز جدا جدا، التقارب المساحات ما كانت مفتوحه، انت بتلعب قدام خصم اكثر ما يميزه الاداء الفردي والاستفاده من المساحات والاستفاده كمان من الواحد على واحد. انا ما بقول لك كيليان مبابي بيلعب في باريس، عثمان ديمبلي مشى من برشلونه لباريس، ايا كان اللي بيلعب قدامكم فانت بتحسب له الف حساب. كيليان مبابي واحد على واحد حيمر، اثنين على واحد ممكن يمر، فبالتالي برشلونه كان الشوط الاول دائما عامل البلوك بشكل متميز، دائما خدت لكيليان مبابي واحد بيضغط والثاني مشرك بشكل متميز، عامل التغطيه، عامل حذر الفريق بشكل متميز، عشان كده حتى ولو كانسيلو وكوندي قالوا بيقدموا في اداء طيب لامين يامال، وبنتكلم عن رافينيا برضه قدموا اداء على المستوى الدفاعي بشكل متميز، وحتى خط الوسط البلوك اللي كان عاملينه فرينكي ديونج وكمان حتى الكي جوندوجان في شوط اول، فالمستوى كان طيب، المستوى كان بشكل عام متميز. لما جينا بدينا الشوط الثاني انا ما اعتقد انه برشلونه كان بشكل متميز في الاداء الدفاعي بنفس الوضعيه اللي احنا شفناها في الشوط الاول. يعني انت لو كنت مركز في انك تبدا الشوط الثاني بنفس التركيز في اول ربع ساعه، البارسا ممكن جدا ما كان يتقبل الاهداف دي لانه المساحات كانت كبيره جدا، السرعات زي ما قلت لك لما تجي على مستوى السرعات ان لعيبه باريس سان جيرمان الموجودين حاليا حتى اللي دخلوا الشوط الثاني انت حتكون في مهب الريح. عشان كده الحاجه دي قدرت طوالت شافي فطن ليها اول ما الفريق كان متقدم الشوط الثاني اول ما تسجل عليك هدفين، هي كانت بالنسبه لك كارثه كبيره جدا جدا. انت لو واصلت على كده انت في امكانك عادي تخسر بالاربعه وبالخمسه مقابل واحد، وممكن حتى باريس يحسم نتيجه هذه الجوله او حتى هذا الدور من مباراه الذهاب فقط. عشان كده دي واحده من النقاط المهمه جدا اللي شافي مباشره استعاد ثقته في لاعبينه، وقدر مباشره في التواصل بينه وبين اللعيبه الكبار في التوجيهات قدر مباشره عاد الفريق لتوازنه، وبعد ذلك برشلونه شفنا المستوى اللي كان متميز فيه حتى التبديلات بالنسبه لتشافي هرنانديز والمستوى اللي كان طيب من اللعيبه الادو. يعني اول لمسه بالنسبه لبيدري هدف، ده الهدف الثاني بالنسبه لرافينيا بيعادل بيه النتيجه قدام باريس سان جيرمان، واول لمسه بالنسبه لكريستنسن في العرضيه كانت هدف. فبالتالي فوز مهم جدا بالنسبه لبرشلونه. الاداء انا بالنسبه لي بالنسبه لتشافي كان اداء اسطوري في عمليه اختيار اللاعبين، عمليه التبديلات وحتى الاضافه التكتيكيه اللي هو عملها، مجموعه اللاعبين الموجودين من خط الدفاع خط الوسط وكمان حتى خط الهجوم اداء كان مميز جدا، مبداها من تير شتيغن لغايه روبرت ليفاندوفسكي، كل اللعيبه قدموا اداء كويس، حتى لامين يامال اللي ما ظهر بالمستوى اللي احنا كنا بنتمناه قدم مباراه كانت طيبه لدرجه بعيده، حتى سيرجيو روبرتو برضه قدم مباراه كانت طيبه جدا جدا جدا. فبالتالي برشلونه في مباراه اليوم اعتقد انه خدت رجل في دور الاربعه، بس انت محتاج في مباراه العوده الكثير من التفاصيل المهمه جدا جدا. ابرز ما يميز مواجهه اليوم يا جماعه انك انت استعدت واحد زي بيدري، استعدت واحد زي فرينكي دي يونغ، استعدت واحد زي رافينيا، استعدت شخصيه لاعب يعمل لك الاداء الفردي والجماعي على مستوى السرعات والتغطيه الدفاعيه، يعني لاعب شخصيته كانت مهزوزه، لكن اعتقد ان المواجهه دي لو قدر استفاد من من الحاجات اللي امتلكها واللي قدر اكتسبها من مواجهه اليوم، انت حتشوف لاعب اضافته حتكون واضحه في المواجهات القادمه سواء كان في الدوري او حتى على مستوى دوري ابطال اوروبا. فبالتالي يعني نحن نتكلم عن مواجهه فعلا كانت مهمه لبرشلونه وكانت مميزه جدا، وكان حتى يعني الاداء كان فيها اسطوري. انا بالنسبه لي المواجهه دي كانت طيبه جدا جدا، يعني فيها تفاصيل كثيره جدا جدا كانت ايجابيه.
من خلالها البارسا حيخش مباراة العودة مؤكد في الكثير من الحذر لفريق زي باريس سان جيرمان. زي ما قلنا وفي نقاط مهمة جدا اللي هي سلبية تكلمنا عنها في مواجهة اليوم، فبالتالي محتاج ان تشافي يعالج الحاجات دي في مسألة الانهيار المفاجئ، وقلنا كيف تخش كشوط اول وشوط ثاني. انت دخلت الشوط الاول بطريقة كانت مميزة جدا، الشوط الاول ما شفنا باريس على المستوى الهجومي، ما شفنا سرعات، ما شفنا حتى مقابلة ولا حتى مواجهة على مستوى سرعات، شوط ثاني في اقل من دقيقتين انت خسرت الجيم، بعد ذاك انت حاولت اداركت نفسك وقدرت عدت في المواجهة وشوفنا الاهداف اللي سجلت في هذه المواجهه اللي كلها كانت جميله جدا جدا، كل هدف كان بينهم وبيدل على مردود كان طيب جدا. يعني عارفين في مواجهه اليوم هو الشوط الاول كان نجم الشوط الاول، جه الشوط الثاني سجل في الشوط الاول وعادل النتيجه في الشوط الثاني وفرصه كانت كويسه جدا جدا على الجول. لازم يتوج ويكون رجل لهذه المواجهه، عشان كده شفناه هو الاكثر تقييما بين لعيبه برشلونه اللي دخل الشوط الثاني برضه قدم مردود طيب جدا. مواجهه اليوم يا جماعه هي مواجهه يعني تخلي الواحد يكون مبسوط وسعيد ومطمن، لو قدرنا نحاول نلعب بنفس الوضعيه اللي كانت في الشوط الاول وايضا بعد تقدم باريس سان جيرمان في الشوط الثاني. شوفنا الفريق فعلا متحكم في رتم اللعب بشكل عام، ممتلك زمام الامور في الامور الدفاعيه، ودائما انا الفريق اللي بيلعب على المستوى الدفاعي بشكل متميز تاكد تماما هنا على المستوى الهجومي لما يلقى الفرص بيقدر يسجل، هنا انت بتمنع وتكون منظم لدرجه بعيده. لسه مؤكد البارسا لم يتاهل بعد، باريس عنده كل الفرص الممكن، ونحن عارفين لويس انريكي اللي ممكن تعود به في في البطوله بشكل عام، وعارفين لويس انريكي وعارفين امكانياته وعارفين انه كمان حتى ممكن يجيك في ملعبك ويحرجك قدام جمهورك. عشان كده البارسا قدام الكثير من العمل، هي خطوة وخطوة مهمة جدا جدا كونك تعود بفوز من معقل باريس بارك دي برانس وسط جمهوره، وسكت الكثير من الأقاويل اللي تكلم عن شافي عن بعض اللاعبين عن برشلونة المهزوز اللي بي حاجات كثيرة جدا، انت خلاص وضعت عليها حد وفي امكانك تكمل على كده في حال انك انت تفوقت في المواجهة اللي هتكون بعد كده في مواجهة ملعب برشلونة. وان شاء الله هنشوف شو بيحصل. الواحد سعيد جدا جدا، مبروك لكل جمهور برشلونة هذا الفوز المهم لدرجة بعيدة، ومؤكد هناك عندنا اتلتيكو مدريد ايضا تفوق على فريق دورتموند ب2-1، نتائج مهمه جدا جدا. برشلونه يمكن يكون هو الفريق الوحيد اللي قدر يتفوق خارج ملعبه في هذه الجوله تحديدا، ودي واحده من النقاط الايجابيه بالنسبه لنا. ان شاء الله هنشوف شنو اللي بيحصل في قادم الايام والمواعيد. مبروك كتالان، ان شاء الله نشوف القمه القادمه وحتى المواجهات القادمه حيكون فيها شنو بالنسبه لتقدمنا على مستوى الدوري وكمان حتى على مستوى بطوله دوري ابطال اوروبا. انا بشكركم دائما، ما تنسوا تدعموا الحلقه بلايك وكمان تشترك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.